ولنقاش المبادرة الكويتية لحل الأزمة الخليجية مع لبنان، ينضم إلينا عبر خدمة زوم من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي علي شندب. أهلا بكم أستاذ علي. أهلا، مرحبا. كيف يمكن تقييم ما تسرب من مسودة الرد اللبناني على المقترح الكويتي لتخفيف الأزمة الخليجية مع لبنان؟ بدون شك يعني أن لبنان الرسمي هو لبنان العاجز دائما وأبدا. يعني لبنان يقع بين مطرقة سطوة حزب الله وتمكنه من مفاصل السلطة والدولة اللبنانية من جهة، ومن جهة أخرى بين سندان المطالب الخليجية المتراكمة التي وصلت حد قطع العلاقات أو إبعاد السفراء، وأيضا يخشى أن يعقب هذه الإجراءات إجراءات أخرى تكتنف المبادرة الكويتية. نحن نعلم بأن الكويت هي دولة يعني غير صدامية في دول الخليج، هي دولة تتسم دائما بالمساعي الحميدة والقوة الناعمة، ولكنها أيضا الآن حملت رسالة رغم نعومتها باللغة الدبلوماسية الكويتية إلا أنها رسالة خشنة إلى الجانب اللبناني. الجانب اللبناني أعاد الرسالة مع الشكر للجانب الخليجي وقال بأنه يلتزم بكل القرارات العربية والدولية بما لا يؤثر على الأمن والاستقرار اللبناني، بمعنى آخر أن لبنان عاجز عن الالتزام بأي من مطالب المنظومة الخليجية والعربية واستطرادا الدولية كما جاء في المبادرة التي أعلنها وزير خارجية الكويت في بيروت، وأيضا في الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب. وزير الخارجية اللبناني أصر أن لبنان ليس بصدد مناقشة سلاح حزب الله في هذه المحادثات التي قد تكون في الأيام المقبلة. كيف يمكن قراءة مثل هذا التصريح؟ وما المخاوف التي لدى الحكومة اللبنانية لعدم نقاش سبب رئيسي يهدد أمن لبنان والمنطقة ككل وعلاقات لبنان مع الجوار؟ أولا، المذكرة الخليجية لم تعرض في مجلس الوزراء اللبناني لأنها كما قالت اليوم مصادر مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنهم تلقوا ورقة غير موقعة وغير مختومة، لكن بما أن الذي سلمهم الورقة هو وزير خارجية الكويت فكان الرد عليه برسالة موقعة من وزير خارجية لبنان دون أن تعرض، لا حاجة لعرضها على الحكومة اللبنانية، وهذا نوع من التملص والتهرب. إذ أننا نعلم جميعا بأن الحكومة علقت حوالي أشهر من أجل المحقق العدلي، إذا كان لا يقال المحقق العدلي فالحكومة معلقة. حزب الله ممكن أن يقول لهم إذا أردتم مناقشة المذكرة الخليجية فالحكومة أيضا معلقة، يعني هو بإمكانه أن يرفع سيف التعطيل لهذه الحكومة ويمنعها ببساطة متناهية من اتخاذ قرار أقل من هذا المستوى الذي شبهته بعض أوساط حزب الله. شبهت المذكرة بأنها مذكرة إملاءات وبأنها أشبه ب17 أيار جديد، ذلك تلك الاتفاقية التي لم يوقعها لبنان مع الكيان الإسرائيلي. وبالتالي نعم، لبنان الرسمي هو لبنان العاجز عن الاستجابة للشروط الدولية، هذه قرارات دولية صادرة على الأمم المتحدة، ولبنان الرسمي عاجز عن تنفيذها يتطلب إجراءات أخرى ليست مطلوبة من الحكومة اللبنانية، لكن ربما أعتقد أن الغرض الخليجي من هذه المذكرة هو إقامة الحجة على الجانب اللبناني الرسمي وأيضا الشعبي، وذلك على خلفية ما سيلحق هذه المذكرة من قرارات أخرى. لماذا؟ لأن الخليج يعتبر أن لبنان المحتضن لحزب الله بات دولة عدوة
لأن العدوان على الخليج، على السعودية، على الإمارات، الصواريخ، المسيرات، المفخخات، الكابتاجون، المقدرات تنطلق من هذا البلد الذي يبدو أن الخليج قد اقترب من تصنيفه كبلد دولة عدوة، رغم أن وزارة الداخلية في لبنان اجتهدت في الفترة الأخيرة وحالت دون وصول كميات كبيرة من المخدرات إلى دول الخليج، لكن ما يريده الخليجيون هو أن لا يبقى لبنان معسكر تدريب للحوثيين على المسيرات والمفخخات، فضلاً عن الإعلام وكل الأعمال اللوجستية. أستاذ علي، هل باعتبار انطلاقاً من هذا الحديث، هل يمكن اعتبار المبادرة الكويتية مصيرها سيكون الفشل مثل المبادرة الفرنسية بمراحلها المختلفة التي فشلت أيضاً في التوصل إلى حل؟ أنا يعني مسألة توازن قوى. حزب الله وإيران يتصرفون من المنطلق القوي، مسيرات إيران تجوب المنطقة كما نعلم جميعاً، وجحافلها وأزرعها. أنا أعتقد بأن دول الخليج مضطرة لاتخاذ إجراءات ردعية إذا لم تتوقف الأعمال التي يصنفونها عدائية ضد حزب الله انطلاقا من لبنان وبالتالي ضد لبنان. أنا أعتقد بأن دول الخليج مضطرة لذلك، وقد تلقى في هذا السياق مساندة دولية. ربما هناك في الكواليس والمطابخ الدولية قد طبق هكذا قرار، خصوصا وأن هذه القرارات الدولية التي تنص على سحب سلاح الميليشيات وعلى انتشار الجيش وعلى ضبط الحدود هي قرارات صادرة عن الشرعية الدولية، وفي اللحظة المناسبة ربما تقول الشرعية الدولية بناء لطلب الشرعيات العربية من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، وأيضا بناء لطلب أغلبية لبنانية ساحقة من كل الطوائف والمناطق، تطالب بوضع حد لوجود دويلة داخل الدولة ودويلة حاكمة للدولة في لبنان. هذه مطالب لبنانية برأي كثير من القيادات السياسية والدينية، منهم البطريرك الماروني مثلا. هذه مطالب لبنانية قبل أن تكون مطالب خليجية. لبنان مختطف لصالح الأجندة الإيرانية، وعلى العرب الذين أهملوه وتركوه طويلا، على العرب أن يفكروا في تخليصه مما هو فيه، حفظا لهم ولأمنهم ولسلامتهم بالدرجة الأولى، وأيضا حتى لا يضيع لبنان كما ضاعت بغداد واليمن وأيضا غيرها من العواصم العربية في النفوذ الإقليمي والدولي المتكلم على الوطن العربي برمته. في خضم كل هذه الأزمات التي يمر بها لبنان، يصر ميشيل عون وحزب الله على إجراء الانتخابات في موعدها. ماذا ستغير هذه الانتخابات في المشهد اللبناني إن أجريت؟ كل الأطياف اللبنانية، كل القوى السياسية اللبنانية، كل المنتظم الاجتماعي السياسي اللبناني يريد الانتخابات. لكن الانتخابات يعني أنا بتقديري لن تغير شيء، لأن النسق الاستراتيجي الحاكم للبلد هو نسق القوى المسلحة التي يتضمنها 100,000 مقاتل، وهي بحوزة حزب الله فقط لا غير. وما لم يتغير هذا النسق فلا قيمة من وجهة نظري، لا قيمة إلا في سياق يعني رفع مزيدا من الحجة، لا قيمة للانتخابات النيابية وما قد تفرزه من متغيرات. بكل الأحوال لن تكون متغيرات جوهرية على الإطلاق، وبالتالي لن يكون في هناك أكثرية جديدة فاقعة كبيرة بالمعنى الرقمي للكلمة. سيبقى مثلا المكون الشيعي بيد حزب الله، وسيبقى جزء لا بأس به من المكون المسيحي بيد حزب الله، وأيضا ستزيد حصة حزب الله في المكون السني، سيزداد نواب اللقاء التشاور السني خصوصا بعد انسحاب وعزوف واعتزال سعد الحريري، الأمر الذي وضع الساحة السنية في حال من الشرذمة، إلا إذا حصلت بعض الاتصالات والإجراءات التي عملت على إعادة استنباط الوضع السني من جديد مرة أخرى، وهذا ما قد ينقذ الحالة السنية من الضياع في لبنان.
شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي علي شندب، حدثتنا عبر خدمة زوم من طرابلس، شكرا جزيلا لك.